ريادة الأعمال أو entrepreneurship مصطلح ظهر من التسعينات كما تقول بعض المصادر، واهتمت المؤسسات التعليمية والمنظمات الحكومية وأيضا شركات الأعمال بريادة الأعمال، وانتشرت أبحاث ودراسات مستفيضة في هذا المجال تؤكد كلها أهمية ريادة الأعمال للاقتصاد الوطني. عرف الاقتصاديون أن رائد الأعمال هو ذلك الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح. لمعرفة تفاصيل أكثر عن ريادة الأعمال وكيف تصبح رائد أعمال ناجح، نستضيف عبر سكايب من لاتفيا رائد الأعمال المهندس محمد غيث. أهلا بك مهندس محمد معنا في شير. أهلا بحضرتك. في البداية، كلمة أو مصطلح entrepreneur أو رائد أعمال أصبح منتشرا بكثافة هذه الأيام، لكن البعض ما زال يتردد أو لا يعرف ما هو رائد الأعمال. من هو رائد الأعمال؟ أو ريادة الأعمال في المطلق أو entrepreneurship هي أكتر من mindset. mindset هي طريقة تفكير ولايفستايل للشخص، بحيث أن أنت دايما كentrepreneur أو رائد أعمال دايما بتدور على مشاكل علشان تحلها، ومن ضمن من بعد ما تحل المشاكل دي بتخلق منها بزنس او فرصه، سواء بقى كانت منتج او سيرفيس، وبتاخدها جلوبالي. يعني انت ما بتبقاش مقيد بالسوق المحلي بتاعك فقط، ولكن بتبقى جلوبال بزنس. او انا اشكرك على التعريف محمد، واريد ان استوضح منك ما هي اهميه رياده الاعمال لاي مجتمع. ريادة الأعمال عموما طبعا، غير ان هي بتخلق بيزنس جديدة وفرص عمل جديدة وبتنهض بالاقتصاد، بس هي طبعا بتغير مفهوم الناس بشكل عام. يعني فكرة ألف به ريادة أعمال هو ان انت تلاقي مشكلة وتحلها. فكل ما زاد رواد الأعمال، كل ما المشاكل في المجتمعات قلت، كل ما بقى في بيزنس جديدة، في منتجات جديدة، في opportunities جديدة لكل الناس. محمد، ما هي إذن الخطوات التي يمكن أن يتبعها أي شخص ليصبح رائد أعمال ناجح؟ وهل هذا ممكن أم لا؟ طبعا، هو في طبعا مقولة بتقول إن الانتربرينورز أو رواد الأعمال هل هم يصنعون أم يولدون؟ دي طبعا سؤال بيطرح كل الناس عايزين يفهموه. أنا أعتقد إن رائد الأعمال بيصنع. أنت لو أنت عندك الإرادة والعزيمة للنجاح، وعندك فكرة المايند سيت بتاعت ان انت دايما بتدور على فرص وبتحل المشاكل عشان تخلق منها بيزنس او منتج او سيرفيس، اعتقد انت ممكن تنجح. هو الفرق بين رائد الاعمال وبين الانسان العادي ان رائد الاعمال دايما بيدور على مشكلة عشان يحلها. الشخص العادي كمستخدم بيستخدم السيرفيس بدون ما يدور اذا كان فيها مشاكل تتحل عشان يخلق منها فرصة جديدة ولا لا. ده الفرق الوحيد ما بينهم. وطبعا ريادة الاعمال يمكن ان انت تتعلمها ان انت تخش جوه الايكو سيستم. في بلادنا العربية طبعا احنا الايكو سيستم بتاع الانتربرينورشيب كبير جدا وفعال جدا، وممكن في اي دولة من الدول العربية اينما تكون ممكن تحاول توصل للممبرز اوف ذا ايكو سيستم، سواء كانت شركات او رواد اعمال او قمم لريادة الاعمال، وتقدر تحضر فيها وتقدر تتعرف على الناس، ومن هنا بتحط نفسك في وسط الناس لايك مايندد بيبل اللي بيفكروا زيك وعايزين نفس الهدف بتاعك. رائع. محمد، انا لدي موهبة أو ميل مثلا للبحث عن المشاكل وحلها، ما هي الخصائص الأخرى التي أحتاجها لكي أصبح رائد أعمال؟ أولا لازم تكون شخص عنيد جدا، لأن الموضوع مش سهل، الحياة صعبة جدا، ومش من السهل أبدا أن أنت تحصل على استثمار لفكرتك، فلازم تكون عنيد جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة، لازم ما تكونش عاطفي، لأن في بيبان كتير هتتقفل في وشك، ولو كنت بتاخد كل حاجه بيرسونال او بطريقه شخصيه فده هيعوق مسارك كانتربرينور او رائد اعمال. ودايما تحاول تبقى جود ليسنر، دي حاجه مهمه جدا، لازم تتعود تسمع. معظم الناس اللي بتبتدي انتربرينور في البدايه بيبقى داخل الايكو سيستم وهو مش عايز يسمع، مش عايز ياخد نصايح، مش اوبن لان هو يسمع النقد لفكرته او النقد لمشروعه. ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا، انت لو اتقبلت النقد لفكرتك ولمشروعك، من هنا انت بتفتح لنفسك ابواب كتير للنصيحه، بتتعلم من ناس عندهم اكسبيرينس بالفعل في المجال ده. رائع جدا. محمد، هل لك ان تعطينا امثله عن رواد اعمال ناجحين؟ طبعا، في طبعا ايلون ماسك ومارك زوكربيرج. انا بس كنت عاوز اقول حاجه بخصوص الرئيس القادم دونالد ترامب. لو احنا خدنا بالنا، هو اخد الادفايزرز بتوعه كان ايلون ماسك ومارك زوكربيرج، الاثنين دول رواد اعمال فقط، ما هماش سياسيين.
دي خطوه تحسب جدا للرئيس القادم دونالد ترامب في الموضوع ده، لان طبعا اكبر ديستنيشن في العالم هو سيليكون فالي للانتربرينور شيب، وكون ان انت تعمل ريكوجنيشن للانتربرينورز ان انت تدخلهم في منصب زي كده وسياسه زي كده، ده بيدعم فكره الانتربرينور شيب عموما وقد ايه الغرب بيهتم بيها. واحنا لو في وطننا العربي لو اهتمناها بيها بالشكل ده وفعلناها فعلا هنتقدم في مجتمعنا. محمد غيث بشكرك شكر كبير لإضافتك ولتوضيح معنى ريادة الأعمال وكيف تصبح رائد أعمال ناجح. المهندس محمد غيث رائد الأعمال، شكرا لك.